صافي. بغينا رانا هنايا في بلاصه عمرها تقدر كما راكم تشوفوا. صحاب كل الظروف المعيشيه هنايا، ما عندنا تريسيتي، ما عندنا ما عندنا طريق. عندنا بينا متنا كوبلي لهنايا، ما عندناش ما زوم نطلعوا لهم بالريزرفوار 100 على السيتيرنا. الحمد لله. شغلنا مشروع. مزقوم بيا الزجراده. لا لا في لحد وقت جاو الخوص. لا خاصك تشوف. عندنا تريسيتي عندنا حوالي 3 سنوات حنا نسكن هنا. مناطق الظل اولويه الاولويات. هذا يكتب عليها شي رئيس الجمهوريه وعطى تعليمات صارمه للحكومه للولاد. وانا نشتغل اساسا كمل انا نشتغل. شوف اليوم انا اليوم انا شغلنا زويد المواطنين ب 100 سلاح الشوط، راهي 5 مناطق في اليوم وما يتحبسش هنا. ان شاء الله نتكفلوا بالكهرباء، نتكفلوا بالطرق، نتكفلوا بالفلاحه. قضيه برمجه برك. دابا كي لازم دير بروغرام، انت باش دير بروجي لازم دير دفتر شروط، تجوج في اللجنة، صفاقة، إعلان في الجرانن، يعني تطلب وقت. لمدة 3 سنوات. أنا ماشي 3 سنوات، يعني خلاص 3 سنوات خلاص. الإدارة وين رحنا تهمشنا؟ وين والله وين رحنا سيدي الرئيس؟ وين رحنا تهمشنا؟ رحنا طاقة المناجم وتهبط للسونات. انتوما انتوما تبدل، حنا اللي ولا جوع عندكم، انتوما ما كتعملوا اللي قالت لك بلادي أولوية، هذه قضية بك برمجة وقت. ماشي 3 سنين في الاشهر، في الاشهر تتبعنا تشوف لا بروجي هذا كبير. سيدي الرئيس احنا عايشين هنايا، عايشين هنايا، حنايا ساكنين هنايا، ساكنين هنايا بلا تريسيتي، عندنا مده 3 سنوات حنا نشكو عليها. نروحوا للطاقه والمناجم كذا، نروحوا للصناقه كذا. سيدي الوالي لو كان يشرفنا بزياره خاصه. اوكي ويزيد يولي. ايه هذاك لو كان يجينا ضيف ان شاء الله حنايا ونطرحوا ليه شغله تاعنا. لان كل حدا حديث. بارك الله فيك. ولكل مقام مقال. ثم بارك الله فيك. كيما على الوزير فات الدشن عندنا لا ميزون سيرفيس، يعني الخدمه تاع الماء لفائده عدد معتبر المواطنين في الارض الكليه. نعم. كما قال لك معالي الوزير. برامج التوجهيه الدوله راهي عندكم اليوم. يعني من خلال التواجد تاعنا معكم وتواجد الدوله معكم. الانشغالات تاعكم ناخذ بها الاعتبار. ان شاء الله. درنا لقاءات مع مواطنين وفهمنا رؤساء البلديات ما نبيعوش الاوهام، كاين واقع، كاين برنامج مصمم عليه السيد رئيس الجمهوريه سينفذ ما ينفذ خلال الثلاثي الاخير هذا.